أزواج زين العراق سنويا في ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، حيث شاركت في تقديم الخدمات للزوار على طريق المودي إلى مدينة كربلاء المقدسة. وقدم الزين العراق مجموعة من الخدمات للزوار أبي عبد الله من خلال مواكبها المنتشرة في المنافذ الحدودية إلى مرقد الإمام الحسين، منها تقديم العصائر والمياه وأكثر من 10 منافذ مجانية لشحن الهاتف النقال لإبقاء الزوار على تواصل مستمر، بالإضافة إلى النقل المجاني للزائرين على مدار الساعة. قام الزين بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بإنشاء 10 مفارس طبية، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للزوار، فضلا عن ذلك 5 مراكز للبحث وإيجاد المفقودين و5 مراكز اتصال مجاني محلي ودولي. هذا واستنفرت زين كوادرها التقنية في مناطق المرور الزوار من أجل تقديم أفضل الخدمات، ولم تتأثر الخدمة والشبكة بالإعداد الكبير من الزوار.